برنامج 5000 بعت 20 كردون انا الصباح باهي البذر ب 5000 بيع 50 كردون هذه حاجه الاولى سيدي بوزيد راه لاباس علينا يمكن رانا ما نسلموش في حقنا اما لاباس علينا لاباس الحمد لله راح فركتها شفت الشباب هذا يقول لك ضايع فركتها وتلقاه كل واحد عطيه باي ومصروف 100000 اقسم بالله ونحكي لك انا ماشي نعمل في قهوه ب 100000 تو اقسم بالله خاوتك ب 100 دينار يجي بعدين خاوتك ب 100000 والله قطعه ب 100 نعملها سيدي بوزيد راه ماخذين علينا فكره خايبه جبوره يقولوا علينا جبوره والجنوب وكل شيء سكر سكر ما بين القروان شمال تو يموت بالشر بالله والله ورا الصاحب ودي يزي هذيك كلمتي سيدي بوزيد بلايف سيدي ولا في الواحد الراح 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 شفت هذاك هذا عنده ايفون 6 هذا الراح جي شوف تجبد 500000 هذا تحكي على سيدي بوزيد فماش فقر في المنطقه ودي ما فماش فقر ايش شغل ايش نمشي شر رئيس تلقى كره 225 وواحد ما فماش ما فماش يقدر ايه والله زويلاه سيدي بوزيد وسيدي بوزيد مياو في انجلترا وعديد البلدان يعني الاوروبيه زادوا لهم يعني في سوم الكرا اغلبيه الشعب جاوا في الطريق ورقدوا في تونس يعني عندنا ثقافه المقاطعه يعني وعندنا ثقافه يعني باش نتوحدوا من اجل شيء من اجل انقاذ شيء نعرفوا الاسعار زادت وكذا حديث برا ثم كلام مقاطعة انقاطعة وكي تجي للرسم الناس كل تشري فماش مقاطعة ما عندناش العقلية نتاع المقاطعة ما عندناش للأسف معناتها كان فما حاجة تغلى تقاطع ما يشريها حتى حد نحن بالعكس يقاطعوها يعاودوا يشروا أكثر يزيدوا يشروا أكثر معناتها هذيك المشكلة في انجلترا وفي اوروبا كيف زادوا في الكرة ما زادوش في المواد الاساسية ما زادوش في الحاجات معناها معيشة المواطن اللي يعيش منها كل يوم به زادوا في الكرة زادوا في الكرة كي زادوا في الكرة زادوا للطبقة الراقية الطبقة اللي لابس عليها ما زادوش للإنسان الزواري العياشي كيفي وكيف هذا وكيف هذاك وكيف هذاك فهمت بالنسبة لنا نحن اللي دمر البلاد وبرك البلاد هي سياسة الاحتكار يحتكر بيثر يخرج هي عصابات بيثر يخرج من عند الفلاح ب 300 فرنك تجي تاخذه من رحبة ب 3000 الوسيط هو اللي يحكم الوسيط هو اللي يحكم والحل الوحيد هي انه في حلال البرلمان وتسقط الحكومة خدرنا قيس سعيد بكلمة الشعب يريد شعارات وخطابات وما شفنا منه حتى شيء انتخبناه ثلاثة ملايين على أساس باش يتقدم بالبلاد وباش ينقصنا في شوية في الأسعار وباش نجموا نعيشوا معاه صبحنا حاكمة فينا عصابة من الرئيس وانتهبت رعانا نشوفوا كيف التهميش غلاء أسعار سكر كان خلي اليوم الشعب ما ينجمش يعني يتكاتف و مثال يقاطع ما نجمش الشعب عملوا له هاو ارهاب هاو رئيس منتخب هاي تنحت النهضه هاو جت هاو رجع التجمع هاو عملوا ما ادري شنو قعد الشعب قعد كل قطوس هاو بش هاو بش هاو بش هاو بش ما شفنا شيء لا من حكومة جبالي وانت جاي ما شفنا حد شيء نحن الوحيدين اللي ضرينا نحن اللي عملنا ثورة ونحن اللي في بالنا باش نقدموا بالبلاد قاسموا الخبزة وخلوا الشعب للشر ما شفنا حد شيء باختصار الشعب فشل بأتم معنى الكلمة الشعب كان باش ينتفض الشعب إذا كان باش ينتفض الشعب ما عادش باش يسكت راه ما عادش يحبش حد شيء لأن عصابات هي اللي تحكم لوبيات هي اللي تحكم في البلاد راه المرشي ما يحكمش فيه الفلاح المرشي راه دقرو راه المرشي يحكم فيه عصابات يحكم فيه رئيس عصابة ما يحكم فيه واحنا احنا تو علاش الضرائب على المواطن الزوال علاش هذا يخلص في ضرائب هذا يدخل للسوق يخلص الضرائب راه علاش ما يخلصهاش الطبقة العالية؟ علاش يخلصوا فيها الطبقة الأوطى طبقة في سيدي بوزيد علاش؟ الداخلية العربية ما تنجمش تقارنها بانجلترا ولا بإيطاليا ولا شيء ما يقابلش بعض ما فماش مقارنة حاجة نورمال كي نتركوها نطلع احنا لا العكس حاجة كانت العصومة نزيد عليها الإقبال أكثر معناتها ربي قدر الخير إن شاء الله شنو الحل للحد من الزيادة نعرفوا الأسعار مشطة تقريبا برشا الحل خويا الحل يلزم برشا وقت الحل الحل يلزم كل يتلل في البرلمان الكل يلزم وزير التجاره يلزم نعرف شكون كله يلزم يبدل الكل انت والكاميرا الحل يلزم برشا وقت مش في ليله ونهار باش تبدلوا هذه حاجه سلسله مربوطه ببعض حب لها برشا وقت حب لها ابداها من المعتمد وانت ماشي للرئيس الدوله نحكيو على المقاطعه شفنا يعني في بلدان اوروبيه زادوا لهم في سوم الكري بار اكزومبل جاو العباد ورقدوا في الطريق في سوم شنو في الكري رقدوا في الطريق
ما هذيك هذاك وعي نتاع المواطنين، مش كيما عندهم هما الوعي نتاعهم كيما نحنا، هما اقوى منا برشا في برشا حوايج، يعني ما تنجمش تقارن، فهمتني؟ عبارة تقارن في سامح الدربالي بميسي، فهمت؟ تنجمش تقارن الدربالي ما تقارنش بميسي، تقارنه بميسي ما تنجمش، هي هكاك، زاد أنت تقارن الشعب يعني التونسي باش تقارنه بشعب علاش اخترت سامح الدربالي بالذات حتى كان نخرج مثلا اكزومبل أعطيتك، فهمت؟ علاش لاعب تونسي والآخر لاعب يلعب في البطولة الإسبانية؟ تقارنوا بلال العيفة بميسي؟ صحيح كيف كيف نفس الشيء، فهمني؟ أما هي المقاطعة راهي ما تتقارنش بين دول، قارنا بدولة عربية كيفنا، قارن تونس بالجزائر مثلا، خارج تونس بالمروك، تتلقى الشعوب العربية كل ما تنجمش تقاطع، ما عندهاش ثقافة المقاطعة أصلا، فهمني؟ تو علاش؟ علاش ما عندناش؟ ماني حكيت لك على الوعي نتاع المواطن هو اللي يخليه ما يقاطعش، تي بالعكس المواطن وين تغلى السلعة أكثر وين هو يزيد يلهف عليها أكثر ويحب. على خاطر هما يعرفوا واش يزيدوا، هما كيزيدوا يزيدوا في المواد الاساسيه ما يزيدوش، هما يحتفظوا بالسوق باش نحدوا من الزياده اللي شفناها في جميع الحكومه الاشياء. راي الحكايه هذه ماهيش بيد المواطن، هذه بيد هذه بيد الحكومه، هذه بيد بيد يعني شادين السلطه، ماهيش بيد الشعب، الشعب ما ينجم يعمل حتى شيء، الشعب هذاك اللي عليه يعني. اما هي الحكومات هذه هي تنجم تحد من الحكايات هذه، هو شنو الشيء اللي يخلي الغلاء الاسعار؟ هي الاحتكار، شكون يعمل فيه الاحتكار؟ شكون يعمل فيه؟ يعملوا فيه البارونات الكبار نتاع الاقتصاد نتاع كل شيء، ناس شاده كل شيء، فهمتني؟ ثم ناس تحتكر، مثال نعطيك اكزومبل بسيط جدا، اي سلعه ينجم يحتكر، مثال البطاطا، بطاطا في وقتها يحتكرها ويعرف كيفاش يخرجها ويعرف كيفاش يبيعها وبيعها كان بالسهم اللي حاجته بيه. شنو احوال المعيشه في سيدي بوزيد؟ شنو الاجواء؟ حوال المعيشة يعني لا تشكر للدم، ثم الناس لبس بها وثم الناس مش تحت الصفر في المواء، ما ثم كان قريت للجابر ثم الزيرو هو الوسط، ثم فوق فلوس وتحت مواء، ثم الناس ياسة في المواء معناها البرة في الرياف، وش تجول تجول هنا المدينة، المدينة ما تلقيش ما تنجمش تلقى فيها، تلقى فيها لي شامبيون اللي حاجتك بها. عايش مسطور لبس عليه؟ انا انسان معاق روتريتي يعني الحمد شد روح، ان شاء الله ما نطيحش. ان شاء الله ما نطيحش. بشنو الطالب انت تو؟ نطالب يا سيدي بالعداله الاجتماعيه، نطالب بان البوزه بأن الوزراء والوحدات يجوا لهنا يدوروا، مش هاد اللي غادي في الوحدة. مجلس النواب الناس يتعاركوا بيناتهم، كل واحد ماذا به يبقى في مجلس النواب باش ياخذ لك الماندا، غايته ما خدا لك الماندا اللي موجودة، أما ما يدافعش، ما لهمش يدافعوا على الناس اللي صوتوا لهم.